تعالوا النهاردة نعمل مشروب الفريسكا، يلا بينا. لكل الناس اللي بتحب الفريسكا او اللي بتعشق الفريسكا، لان في ناس بتحب جدا جدا الفريسكا، هقول لكم النهارده ازاي تعملوه بقى مشروب بدل ما انتم ما بتجيبوه كده وتاكلوه كده. هنعمله النهارده كمشروب رايق جدا، وايه بصوا هيعجبكم. من فتره كنت عامل انا كده فيديو ازاي تعمل مشروب التوينكيز، وعجب ناس كتيره جدا من عشاق التوينكيز، فقلت دي ممكن تكون سلسله نعمل الحاجات المحبوبه زي الاوريو، توينكيز، فريسكا، الحاجات دي يعني نعملها مشروب. بيتباع الحاجات دي طبعا في كافيهات والكلام ده، بتبقى مثلا 35 جنيه 25 جنيه وكده، فاحنا نعمله في البيت بارخص الاسعار حرفيا. كل اللي انت هتحتاجه هتجيب 2 فريسكا اي نوع او اي طعم انت عايزه، وهتجيب 1 ايس كريم بس ولبن وبس حرفيا. فتعالوا نبدا كده. هنجيب اول حاجه الاثنين الفريسكا اللي احنا جبناهم، دي مكلفاني كل واحده فيهم 2 جنيه، يعني الاثنين عاملين معايا 4 جنيه. هتجيب الفريسكايه وبعد كده تقطعها بقى ايه حتت صغيره علشان تحطهم في الخلاط. وانا بقطعها كده يا زميلي ادخل كده ايه اعمل لي كده فولو على انستجرام والتيك توك، لاني بنقدم هناك عظمه، ويعني ايه فولورز بقى اليومين دول عشان احنا خلاص قربنا على 100,000، فعايزين نوصل بقى ل 100,000 عشان نقدم محتوى جامد جدا جدا يعني. فما تنساش انستجرام والتيك توك، يعني بنقدم هناك يعني محتوى ميني فلوجز كده، بقول لك تفاصيل اليوم بيبقى ماشيه معايا ازاي، ونعمل ريلز صغيره كده، ويعني حاجات ورا الكاميرا بقى اللي انت ما تعرفهاش عني عن شخصيتي والكلام ده. فيعني بص لو انت بتحبني وحابب كده تعرف كده اكتر عني وكده، يعني روح على انستجرام على طول. تمام، قطعنا كده الفريسكا حتت صغيره. بعد كده هتجيب ايه بقى؟ هتجيب الخلاط ده. طبعا الخلاط ده اعلنت عنه كتير جدا، طبعا لاول مره يشوفني بقى مش عارف ايه موضوع الخلاط ده. الخلاط ده عليه عرض دلوقتي ب 150 جنيه بدل 200 جنيه، وهتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت يعني لو انت حابب تشتري. تمام، هتجيب الخلاط ده. تجيب ايه الاول؟ تجيب اللبن، لبن بودره. انا بستعمل لبن بودره، انت حابب تستعمل لبن عادي بخيره او لبن عادي براحتك، ولكن انا بستعمل لبن البودره لانه بيبقى ارخص. 3 معالق لبن بودره. وبعد كده نجيب الفريسكا، نحط حبه، مش هنحطهم كلهم، هنحط حبه بس. مفيش مانع يعني لو احنا خدنا معلقه، لان بصراحه ريحته جامده قوي. جامد قوي الفريسكا ده، جامد قوي. طيب بعد كده هتجيب علبه الايس كريم اي نوع. انا صح كنت عايز اجيبها بالشوكولاته بس ما لقيتش، فلقيت فراوله، فمش هنقول لا يعني عادي. ده شكلها يا صديقي بالفراوله، بص جامده جدا جدا، ولكن الدنيا ساقعه جدا فانا مش قادر اكلها والله. اخد لك كده ايه حته محترمه، حته محترمه، وتحطها. مش هنحط بقى سكر، وهنعتمد على سكر الفريسكا وهنعتمد على سكر الايس كريم، يعني هو هيبقى مظبوط قوي كده، لو حطيت عليه سكر هيبقى بايخ يعني. ونحط الميه بتاعتنا. يواله يواله، نقفل بقى. يلا بينا زي ما متعودين نسمع احلى الصوت في الدنيا. الخلاط ده بص نفعني جدا يعني، جامد قوي قوي الخلاط ده. هنسيبه بقى كده على جنب خالص، ونجيب الكوبايه بتاعتنا، ونجيب صوص الشوكولاته. طبعا الحته دي مالهاش لازمه، ولكن انا حطيتها بس كده ايه كتزيينا ليه يعني. وهنزين بقى ايه صوص الشوكولاته في الكوبايه كده. تمام، زينا الكوبايه كده بالشوكولاته، ودي برده مالهاش لازمه، انا بقول لك بس كتزيين يعني، انت ما تحطهاش في الاعتبار يعني، انت لو مش عندك اعمله عادي من غير ما تعمل الحركه دي. يا الله ريحته فريسكه جدا. يلا يا واله 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 يا واله. تمام، ده كده بقى شكله. هنجيب بقى شويه الفريسكا اللي قلت لك عليهم، اللي قلت لك خليهم على جنب عشان ايه نجرنش كده بيهم فوق يعني. بص شكله بقى عامل ازاي، الجرنشه اللي احنا عملناها، صوص الشوكولاته والجرنشه اللي من فوق. بص يعني ما بيتقدمش غير في الكافيهات فقط. ده وش يا باشا تلاقيه باشا في الكافيه اصلا ب 25 جنيه ب 30 جنيه، ولا كده كرمك قوي. انت عامله بكام بقى يا باشا؟ الايس كريم متكلف معاك 5 جنيه، 2 فريسكا 4 جنيه، يعني متكلف معاك 9 جنيه لو انت هتعتبر ان اللبن والحاجات دي عندك. ندب بقى ايه شفاطه عشان ندوق بقى العظمه اللي احنا عملناها دي. يلا بسم الله. هو السكر مظبوط قوي، وطعم الفراوله باين قوي قوي فيه، ولكن يستحسن ان انت تجيب ايس كريم شوكولاته او ايس كريم فانيليا، هيبقى بقى ايه بص طب الطب حرفيا. لكن ده على فكره جامد جدا. هو في ايه يا باشا؟ لسع كده يا باشا فراوله بتخبطك مع الفريسكا، بيديك كده ايه جو كده ايه جامد جدا جدا. واللي انا كمان حاسس بيه ده، مش عارف ده عيب ولا ميزه ولا ايه، ان الفريسكا ما اتضربتش قوي يعني، انا يعني انا ما قعدتش على الخلاط قوي في الفريسكا، ففي حتت صغيره لسه موجوده. فانا بشرب بحس ان انا بشرب وباكل فريسكا في نفس الوقت، فانا حاسس دي اصلا ميزه جامده جدا جدا. ولكن انا مش عارف انت هيبقى عاجبك ده ولا لا يعني، هي ممكن تكون جت معايا كده بصراحه، لكن لا عامله فرق جامد يعني. طبعا لينك الخلاط تحت في الديسكربشن لو انت عايز تشتريه، ولازم تروح تقول لهم ان انت تابع كريم عفت عشان تاخد الخصم بتاع ال 50 جنيه ده، عشان تاخده ب 150 جنيه يعني. وعايزك تكتب لي تحت في الكومنت عايزني اعمل لك مشروب ايه تاني، حاجه كده مختلفه وجديده، او لو انت مثلا بتجرب حاجات معينه مختلفه مثلا حابب تشاركنا بيها ونعملها في فيديو. فيلا بينا، شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت. خلاص احنا قربنا جدا. وتابعني بقى على انستجرام والتيك توك، لان احنا بنقدم عظمة جدا هناك. وكالعادة دوس يا كوتش، سلام عليكم.